كانت الأجواء توافقية في كل القضايا الوطنية في بيت الكتائب في الصيف الذي شهد لقاء بين الرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة، ولم يحصل في اللقاء عتاب على خطوة طرح الثقة بالحكومة من قبل النائب سامي الجميل في البرلمان، بل كان هناك قبول إن لم نقل مزايدة حسب أجواء اللقاء. لقاء تناول فيه الرئيسان قانون الانتخابات، وبصراحة لا قبول بالنسبية. قد تكون هذه الفكرة ملائمة لمرحلة مختلفة عن المرحلة التي نحن فيها. هل حزب الكتائب يوافق هذا الرأي أو لا يطرح قانون النسبية للبحث؟ لا، نحن ما عم نطرح قانون النسبية كمدخل غير مستقبل، ونحن على موجة وحدة من هالقبيل وسنستمر بمناقشة الموضوع. أما عن خلفية طرح تشكيل حكومة حيادية، قال السنيورة لأن هذه الحكومة، أي الحكومة الحالية، يحكمها كمية كبيرة من الأخطاء والضغائن والتشنج. نحن في تيار المستقبل نرى أنها غير قادرة على أن تؤتمن لإدارة مرحلة الانتخابات التي تقتضي أن يكون هناك موضوعية وحيادية حقيقية في ممارسة هذه العملية. وبنظر حزب الكتائب أيضا. وبالتالي اقترحنا حكومة حيادية لا يشكلها 14 من آذار، ولا يكون عضويتها، ولا تكون مسيطرة. هلأ في حالة إنكار، أنه لا نحن ما بنعتقد هذا الموضوع، لكن مع الأيام سيظهر أنه هلا هذا نحن ما نعتقده. وكان تأكيد من الجانبين على عدم التدخل بالشؤون السورية على أي مستوى كان، لئلا ينجر لبنان إلى ما لا تحمد عقبه.